بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واهب النعم ومجزي الخير، صاحب الفضل والإحسان، هدانا للإسلام وامتن علينا ببعثة سيد الأنام نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الهاشمي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، خير من صلى وصام وطاف بالبيت وصلى خلف المقام واعتكف في شهر الصيام. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقدوم شهر رمضان، شهر القرآن والبركات ورفع الدرجات وتكفير السيئات. يقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء في كل ليلة، ولله عتقاء من النار في كل ليلة، وذلك كل ليلة من ليالي رمضان. إخواني، هذه الفضائل التي نسمعها تدل على فضل شهر الصيام، ونحن في أواخر شهر شعبان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام وصالح الأعمال. شهر عظيم مبارك عظمه الله عز وجل في القرآن، وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، نذكر بعضاً منها ليتبين لك أخي المسلم هذه الفضائل العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على الصائمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. هذا لفظ رواية البخاري. وفي رواية له أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به،
والحسنة بعشر أمثالها. هذا الفضل العظيم للصائمين أيها الإخوة في الله. الصيام يقول الله عز وجل: الصيام لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية للإمام مسلم رحمه الله: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فيه، يعني رائحة فمه أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن طاعة لله تبارك وتعالى. هذه الأحاديث رواها الإمام البخاري في صحيحه، ورواها الإمام مسلم في كتاب الصيام أيضاً في صحيحه. وجاء أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني صنفين من الطعام، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. لما سمع هذا الحديث أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مخاطباً رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني العبد الصالح الذي له أعمال كثيرة من الصلاة والصيام والصدقة وأعمال البر وكثرة العمرة وأنواع الإنفاق في سبيل الله، هل عليه من ضرورة إذا دعي من تلك الأبواب؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو، يعني يا أبا بكر، أن تكون من هذه منهم، ممن يدعى من أبواب الجنة 8. حديث متفق عليه، رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله. وجاء عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وهذا فيه بيان فضل الصيام، سواء كان صيام فرض أو صيام تطوع. فمن أكثر من نوافل الصيام فإنه يدعى من باب الريان. يصوم الاثنين والخميس، يصوم أيام البيض، يصوم يوم عاشوراء، يصوم يوم عرفة، لمن لم يكن حاجاً يجتهد في صيامه فيكون ممن يدعى من باب الريان، ينادى يوم القيامة: أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ العبد يدع طعامه
طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك له أجر عظيم، فتحصل له تلك المزية العظيمة. وجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وفي فضل الصيام يكفي هذه الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بوعد الله وتصديقا لثوابه واحتسابا للأجر غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فضائل شهر رمضان. ومن قام ليلة القدر ليلة واحدة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. يعني هذه الفضائل كلها في شهر رمضان. الصائمون يدخلون من باب الريان وتغفر لهم ذنوبهم. من صام رمضان إيمانا بوعد الله وتصديقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واحتسابا للأجر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن رمضان تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين، ويقال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فتفتح أبواب الجنة لكثرة أعمال الصالحين وكثرة الذكر وقراءة القرآن والصدقات، فيفتح الله أبواب الجنة للصائمين 8، فلا يغلق منها باب طوال شهر رمضان، وتغلق أبواب الجحيم أبواب النار فلا يفتح منها باب، لأنها تقل المعاصي وتصفد مردة الشياطين، فلا يستطيعون أن يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام رئيس الملائكة ينزل كل ليلة في شهر رمضان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وكان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. إخواني، هذه بعض الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر العظيم. أفلا نشمر ونكثر من أعمال البر والإحسان والطاعات، ونستغنم هذه الأيام المباركات؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. فيستغنم العبد
هذه الأيام المباركة. شهر رمضان أيها الإخوة يمثل حقيقة جامعة للخير والبر، ومدرسة للحلم والصبر، ومنارة للإيمان والتقوى، سلماً لتآلف الأمة وتعاطفها وتماسكها واتحادها، يزكي الأرواح، يحدوها إلى بلاد الأفراح، إلى الجنة، ويسل سخائم النفوس وأمراض القلوب، يربي الإرادات الواهنة على الحزم والتصميم، وذلك بالتحرر من الشهوات والانعتاق من الاسترسال في الرغبات والملذات. تلك هي الحكمة العظيمة في تذييل آية الصوم بقوله عز وجل لعلكم تتقون، أي أن ثمرة جوع البطن وظمأ الهواجر هي التقوى، وكفى بها عروة وثقى. ولذلك يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه، يدل عليه حديث الثلاثة الذين استشهد منهم اثنان ثم مات الثالث على فراشه بعدهما. يعني هناك ثلاثة إخوة مؤمنين استشهد اثنان في سبيل الله وبقي الثالث فمات على فراشه، فرؤي الذي مات على فراشه سابقاً لهذين الاثنين الذين استشهدا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس بعد هذين الرجلين صام كذا وكذا وصلى كذا وكذا وأدرك رمضان فصامه؟ فوالذي نفسي بيده إن بينهما في المنزلة لما أبعد من بين السماء والأرض. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في صحيحه في سننه في المسند، ورواه غيره. ولذلك من رحم في شهر رمضان فهو المرحوم، ومن حرم فهو المحروم والعياذ بالله، ومن لم يتزود فيه لمعاده فهو الملوم. لذلك كان السلف الصالح يتمنون أن يبلغوا هذا الشهر العظيم. قال معل بن الفضل من أئمة السلف رحمه الله قال: كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل الله عز وجل منهم شهر رمضان. قال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم، من دعاء السلف الصالح: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. إخواني المسلمين، في رمضان يفتح الحبور للصائم بابه، ويفوز يوم يؤتى المؤمن باليمين كتابه، وإذا لقي ربه وفاه حسابه. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بصومه، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وما دعا ربه إلا أجابه، ولم يوصد دونه بابه. إخواني، هذا الشهر العظيم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله: وإنما تفتح أبواب الجنة ليعظم الرجاء ويكثر العمل وتتعلق به الهمم ويتشوق به الصابرون، وتغلق أبواب النار
لتخزى الشياطين وتقل المعاصي. فضائل شهر رمضان كثيرة، الله عز وجل يمدح هذا الشهر من بدة الشهور، يقول عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: الله عز وجل يمدح شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم. كذلك الله عز وجل اختصه بفريضة الصيام التي هي أفضل من أفضل الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام المناوي: فيه فضل رمضان وصيامه، وأن تنال به المغفرة، وأن الإيمان وهو التصديق والاحتساب والطواعية شرط لنيل الثواب والمغفرة في هذا الشهر العظيم. من فضائل هذا الشهر أن العمرة في شهر رمضان تعدل أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة لم تعتمر: قال إذا كان رمضان اعتمري، فإن عمرة فيه، يعني في شهر رمضان، تعدل حجة. قال النووي: أي تقوم مقامها في الثواب والأجر، لا أنها تعدلها في كل شيء، بأنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن حج الفريضة، ولكنه ينال أجر الحجة. ومن فضائل هذا الشهر استحباب الدعاء والعتق من النار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، ولكل عبد منهم دعوة مستجابة. فهذه أيها الإخوة من فضائل هذا الشهر العظيم، ومن ثوابه الذي أعده الله عز وجل للصائمين. فالصيام أيها الإخوة من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وهو سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل هذا الشهر العظيم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطي الله عز وجل الصائم أجره بغير حساب. فقد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فالله عز وجل اختص الصيام من بين سائر الأعمال، وذلك لشرفه ومحبته عند الله عز وجل واختصاصه بهذا الأجر العظيم. فالله عز وجل اختص الصيام لنفسه من بين سائر الأعمال، وظهور الإخلاص له سبحانه ظاهر فيه، لأن الصوم سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكناً من أن يفطر، ولكنه يعلم أن له رباً يطلع عليه في خلواته
وقد حرم عليه الأكل والشرب في نهار رمضان، فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثواب الله، فمن أجل ذلك شكر الله له ذلك الإخلاص، واختص صيامه لنفسه من بين سائر الأعمال. ولهذا قال الله: يدع طعامه وشهوته من أجلي. قال الإمام سفيان بن عيينة، وهو من أئمة السلف، قال: إذا كان يوم القيامة فإن الله يحاسب عباده ويؤدي ما عليهم من المظالم، فيحاسب العبد ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، حتى إذا لم يبق إلا الصوم فإن الله عز وجل يتحمل عن الصائم ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. يكفي هذا الأجر العظيم، كما رواه الإمام البيهقي. وأيضا أن الله تعالى قال في الصوم: وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة. والصيام صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن. يعني يتحقق في الصيام أنواع الصبر الثلاثة، اللي هو الصبر على طاعة الله، والصبر على معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فيتحقق بذلك للصائم أنه يكون من الصابرين. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب عند الله عز وجل. ومعنى أن الصوم جنة يعني أنه وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث. ولذلك قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ويقيه من النار ذلك العمل الصالح. ولذلك روي عن روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يعني وقاية يستجن بها العبد من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله ومحبوبة. وهذا دليل على عظيم شأن الصيام، رائحة الصائم فمه الكريهة أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة عن أمر محبوب لله عز وجل. والصائم يفرح عند فطره ويفرح عند لقاء ربه. وفي هذا الحديث إرشاد للصائم أنه إذا سابه أحد أو حصل بينه وبين أحد منازعة فإنه لا يقابل ذلك بالمثل، لا يقابل السباب بالسباب، ولا يزداد بالسباب إلا حلما، ولا يضعف أمامه، بل يخبر ذلك الذي يسابه وينازعه بأن يقول له: إني صائم، إني صائم. قال عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من فضائل الصوم، ومن أعظم فضائل الصوم، أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة، يشفع لصاحبه عند الله عز وجل، فيدخل صاحبه الجنة. وأنت في يوم القيامة أحوج ما تكون لمن ينتشلك من عذاب الله عز وجل، ولمن يقيك من كرب ذلك اليوم العظيم، ولمن يأخذ بيدك إلى جنات النعيم. فالصيام يشفع لصاحبه، كما أن القرآن يشفع لصاحبه، كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد، ورواه أيضاً الإمام الطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد على شرط الإمام مسلم. وقال الإمام المنذري: رجاله محتج بهم في الصحيح. من فضائل هذا الصوم أنه لا أن فضائل الصوم كثيرة لا تدرك حتى يقوم الصائم بآداب الصيام وأحكامه، ولذلك ينبغي للعبد أن يجتهد في إتقان صيامه وحفظ حدوده، وأن يكثر من الذكر وقراءة القرآن ومن الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. والله عز وجل إنما فرض الصيام لأحكام عظيمة، فله عز وجل الحكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرعه. فالله عز وجل إنما فرض الفرائض لحكمة، ولم يفرضها عبثا. فهو الحكيم في خلقه، الحكيم في شرعه، الحكيم في أمره ونهيه. لم يخلق عباده لعبا، ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع عبثا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وبين لهم الشرائع ليزداد إيمانهم وتكمل بها عباداتهم. يعني الله عز وجل إنما فرض علينا الصيام لا ليشق علينا ولا ليوقعنا في العنت، وإنما ليطهرنا وليرفع درجاتنا وليجزينا الجزاء العظيم. فبالصيام تكمل العبادات، فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة، سواء علمناها أو لم نعلمها، سواء علمناها أو جهلناها. وليس جهلنا بحكمة الله عز وجل شيء من العبادات دليلاً على أنه لا حكمة لها. ليس جهلنا بحكمة الله عز وجل في فرض هذه العبادة، ليس جهلنا بها دليلاً على أنه لا حكمة لها. الله لا يخلق شيئاً ولا يفرض شيئاً إلا لحكمة بالغة، بل هو دليل. الجهلنا بالحكمة دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله تعالى. قال عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالله عز وجل شرع العبادات ابتلاء وامتحانا لعباده، ليتبين بذلك من كان عابدا لمولاه ومن كان عابدا لشهواته وهواه. فمن حكمة الله عز وجل أن جعل العبادات متنوعة. هناك عبادات مالية، هناك عبادات بدنية، هناك عبادات تجمع بين العبادات البدنية والعبادات المالية، هناك عبادات بدنية خالصة. ولذلك الله عز وجل نوع هذه العبادات ليتمحص القبول والرضا، وليمحص الله الذين آمنوا. فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به، ولكنه لا يقبل نوعاً آخر من العبادات ويفرط في ذلك. فجعل الله عز وجل من العبادات ما يتعلق بعمل البدن مثلاً كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب للنفس كالزكاة مثلاً، ومنها ما يتعلق بالبدن وبذل المال جميعاً كالحج والجهاد في سبيل الله، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام.
يعني يمنع طعامه، يمنع العبد من طعامه وشرابه وشهوته ونومه، فلذلك يثاب العبد على ذلك الأجر العظيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجالس شهر رمضان، قال: فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط ودون تفريط، يعني بعض المسلمين يعني يستقبل الصيام بتأفف وبثقل وكأنه أمر يعني يعجز العبد عنه، وتجده يعني مكفهرا، تجده مكروبا. هذه ليس من صفات المؤمنين. المؤمن يفرح بطاعة الله ويستبشر ويسر، بل كان كما سبق معنا السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أخرى أن يتقبل الله منهم شهر رمضان. فهذه العبادات سبب للتقوى. فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة على الوجه المطلوب دون سخط أو تفريط، فإذا اجتهد وتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه وكف عما تشتهيه نفسه طاعة لله وتقربا لله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، طاعة لله وامتثالا لأمر الله ورجاء لثواب الله، غفر له ما تقدم منه. شهر واحد يغفر الله لك جميع ذنوبك. هذه فرصة عظيمة، إدراك رمضان هذه فرصة عظيمة للعبد. إذا أدرك هذا الشهر العظيم فإنه يستقبله بالفرح والبشر، لأن فيه تكفير السيئات ورفع الدرجات. فيرضى العبد بما شرعه الله عز وجل له، فكان ذلك دليلاً على كمال عبودية العبد وتمام انقياده ومحبته لله وتعظيمه له. وإذا تبين ذلك فإن للصيام من الحكم الكثيرة، من أجلها وأعظمها أنه عبادة لله عز وجل، يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل بترك محبوباته وشهواته، سواء طعاماً أو شراباً أو شهوة أو نكاحا، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله عز وجل. ولما علم المؤمن أن رضا الله تعالى في الصيام بترك شهواته المجبول على محبتها، قدم رضا الله، قدم رضا الله على رضا نفسه. والصيام سبب للتقوى، ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال ابن مسعود وهو من علماء الصحابة: إذا سمعت أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأرع لها سمعك، فإنما هو خير تدعى إليه أو شر تحذر منه، فأرع سمعك لهذا العمل العظيم. قال الله عز وجل: بدأ آيات الصيام بالتقوى وختمها بالتقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني المراد بها التقوى. التقوى هي مقصد من مقاصد الصيام. فالصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه الإمام البخاري. والصائم إذا كان متلبسا بالصيام فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فيمتنع عن هذا العمل. من أعظم أيضاً حكم الصيام أن القلب يتخلى والفكر يتفرغ
لعبادة الله عز وجل، لأن تناول الشهوات يوجب الغفلة، يعني كثرة الأكل والشرب والنوم تسبب للعبد غفلة، وربما يقسي القلب ويعمي عن الحق. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة. وأيضا جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال في حديث حنظلة الأسدي قال: كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنظلة كان من كتاب الوحي من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء للنبي وقال: نافق حنظلة، فقال له صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، إنا نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رعي العين، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة، يعني لو أنكم تكونون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فإذا جاعت النفس وعطشت صفى القلب ورب، وإذا شبعت فإن القلب يعمى وتثقل عليه الطاعات. من أعظم حكم الصيام أيضا أن الأغنياء يعرفون قدر نعمة الله تعالى عليهم بما أمدهم الله عز وجل به من النعم من الأطعمة والأشربة وغيرها، وقد حرمها كثير من الخلق، فيحمد الله على هذه النعمة ويشكره على هذا التيسير، ويذكر بذلك إخوانه الفقراء والمساكين الذين ربما يبيت بعضهم طاوياً جائعاً فيجود عليه بالصدقة فيكسو بها عورته ويسد بها جوعته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن. من حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها والقوة على الإمساك بزمام النفس حتى يتمكن العبد من التحكم فيها، فيقود نفسه إلى ما فيه خيرها وسعادتها، فإن النفس أمارة بالسوء كما قال عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا ملك العبد نفسه فإنه بذلك إذا ملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى ما فيه خيرها في الدنيا والآخرة. والصيام يكسر شهوة النفس ويحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق، فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها على الأشر والبطر والعلو والتكبر على الخلق وعن الحق، وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور تشغل بتحصيلها، فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبها، فيحصل لها من الفرح والمذموم والبطر ما يكون سبباً لهلاكها. والمعصوم من عصمه الله عز وجل. من أيضاً من حكم الصيام أن العبد إذا صام ضاقت مجاري الشيطان، ونحن نعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام العبد ضاقت مجاري الشيطان فلا يستطيع أن يخلص إلى ما يخلص فيه.
قال الشيخ: إن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان من البدن، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسكن النفس بالصيام، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر شهوة الغضب وشهوة النفس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. من قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. فجعل الصوم وجاء للنفس ولشهوة النفس وكسر لحدتها. الصيام أيها الإخوة يترتب عليه فوائد دينية وفوائد دنيوية وفوائد صحية وفوائد بدنية للبدن. من فوائد الصحية التي تحصل لبدن العبد أنها تحصل بتقليل الطعام، الفوائد الصحية وراحة جهاز الهضم لمدة معينة. ولذلك نجد أن الأطباء يقولون إن الصيام المتقطع إنه يفيد العبد ويقوي من صحته، وتخلو المعدة والبطن من الطعام، فيكون هذا سبب لزوال الرطوبات من جسم العبد، فبذلك تكون صحة للعبد وقوة له. فلذلك قال الشيخ: يترتب عليه من الفوائد الصحية بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فترسب وتنشف بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم، وغير ذلك من الحكم التي ندركها أو لا ندركها. فلذلك نقول: ما أعظم حكمة الله تعالى، وما أبلغها، وما أنفع شرائع الله عز وجل للخلق وأصلحها لهم. ولذلك أيها الإخوة، الصوم نعمة عظيمة، إدراك رمضان من أعظم النعم التي إذا أدرك العبد رمضان يستوجب على العبد أن يشكر الله عز وجل أن بلغه هذا الشهر العظيم الذي تضاعف فيه الحسنات، وتضاعف فيه الأجور، وتغفر فيه الذنوب. ولذلك لماذا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ليتهيأوا لهذا الشهر؟ لا نتهيأ له لتجميع الأطعمة والأشربة ونقضي ليله بالسهر في الملاهي وغيرها ونهاره بالنوم، فلا نستفيد من أوقاته وساعاته ودقائقه. ما أسرع ما تنقضي أيام هذا الشهر. ولذلك عز الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر. اسمعوا كلام الله عز وجل، الله لا يريد بنا العنت ولا يريد بنا المشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه نعمة عظيمة، أن بلغك الله شهر رمضان، شهر غفران الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ما هو يصوم إذا شاف الناس يصومون صام مثلهم، لا، يرغب ما عند الله من الأجر العظيم، يصدق بأمر الله وأمر رسوله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا دليل على أن الصيام ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام للأمم قبلنا. كتب عليكم الصيام يعني فرض
عليكم الصيام كتب يعني فرض من الله عز وجل كما فرض على الأمم وما كما كتب على الأمم السابقة. معناته الأمم السابقة كانت تصوم قبلنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني يوجب عليكم التقوى، وأن من ثمرات الصيام أن يجعلك الله عز وجل من المتقين. فلا تقضي أيامه ولياليه باللهو واللعب والنوم والتفريط في الصلوات والتفريط في أعمال البر، بل كثير كان بعض السلف يختم كل ليلة، يختم القرآن كاملا، كما روي عن عثمان وبعض الصحابة، وبعضهم يحكي يختم القرآن في ثلاثة ليال، وبعضهم يختمه في سبع، وبعضهم يختمه في عشر، وبعضهم يختم في شهر رمضان ثلاث ختمات، كل على حسب جهده وقوته وطلبه الأجر من الله عز وجل. ولذلك نستغنم هذه الأيام أياماً معدودات، أياماً معدودات. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أيام معدودات سماها الله، ما قال لك شهور ولا قال لك سنين، أياما معدودة. ما أسرع ما تنقضي أيام شهر رمضان. ولذلك يستغنم العبد من أول ليلة وهو يتهيأ للصلاة وللصيام للسحور، لا يفرط في السحور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر، وإن الله وملائكته لا يستغفرون للمتسحرين، يصلون على المستغفرين والمسحرين ويستغفرون لهم. فلا يفرط العبد في أكلة السحر ليتقوى بها على الصيام ولو على تمرات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر، لأنه يعطي الصائم طاقة طول اليوم، فيستطيع أن يتقوى على القراءة والذكر والصلاة والصدقات وأعمال البر والإحسان. هكذا المؤمن في صيامه لا يفرط في هذه الأيام المعدودات. أيضاً أن يقوم الصائم بما أوجب الله عز وجل عليه من أهم الأعمال، الصلوات المكتوبة المفروضة، فلا ينام عن الصلوات، تجده يسهر طول الليل ثم ينام عن صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر. ما هذا ليس صيام. العبد يدرك يعني الصلاة ركن من أركان الإسلام، كما أن الصيام ركن من أركان الإسلام، فيؤدي الصلوات مع المسلمين في المساجد، وكذلك يحرص على صلاة التراويح وعلى صلاة القيام. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا. حتى لو فاتك الصلاة في المساجد فتقيم الصلاة في بيتك، وهناك بشارة أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من صلى مع الإمام حتى يسلم ينصرف من صلاته كتب له قيام ليلة. لو صلى أربع أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 ركعة فإن الله عز وجل يكتب لك بذلك قيام ليلة كامل. فحرص على أنك لا تنصرف من صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام لتكتب لك قيام ليلة. فيحرص العبد على هذا. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والصلاة وصالح الأعمال. اللهم أعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا فيه من المعتقين من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا
وإخواننا المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح الراعي والرعية وسائر أمور المسلمين. اللهم جازِ ولاة أمورنا خير الجزاء على ما يهيئون من خدمات للعمار والمصلين والصائمين، وما يقدمون من تسهيلات ومن تنظيم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، اللهم واجعلها في موازينهم الصالحة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.